يعني مش حاطط لا برفان ولا ديودوران ولا شيء، حتى ما تقولي متضايقة من ريحتك. سامي، إذا بتريد بتنام بالصالون، ماني قادرة أتحمل حدا ينام حدي. مرحبا مدام لينا. أهلين. تفضل تفضل. شكرا. بعتقد صار معك خبر إنه سامي مختفي، ما عم نعرف وينه. إيه، حماتي كانت عندي من شوي وخبرتني. أنت ما عندي فكرة وينه، ما هيك؟ لا أبدا. بجميع الأحوال رح نكمشو لسامي، وبس نكمشو رح نعمل له تحليل للدم. في حال الصبي ما طلع ابنه رح يتم توجيه له تهمة الخطف. بتمنى عليك إذا إليك محكمة معه يريد يسلم حاله ويجيب معه الصبي. روح على النيابة العامة. أوكي؟ أوكي. بالإذن. الله معك. كيفك؟ وينك انت سامي؟ وينك؟ هلا كان هون النقيب جاد يسألني عنك. يلي عم تعمله غلط، لازم ترجع فورا. الو الو سامي، حاكيني عادي، لا تحاكيني على الواتس، ما في تغطية. لينا لينا، انا بحاجة لمساعدتك. اسمعيني منيح، شادي حرارته مرتفعة، لازم له دواء. طيب قلي انت وين لحتى اجي لعندك واجيب لك الدواء. حرارته مرتفعة كتير وصار لازمه دكتور. ما بقدر، إذا تحركت من هون بجوز أمسك أنا وياه. خلينا نعطيه الدواء بركي حرارته بتنزل. يوم ولا يومين رح يوصلوا لك وياخذوا منك ويتهموك بالخطف. إجوا فتشوا وراحوا، بس أنا مش رح أسمح لحدا ياخذ ابني مني. أنا قعدتي هون مؤقتي لبين ما الاقي مكان أتخبى فيه، بعدين هيدا ابني، هيدا ابني وأنا حر روح فيه وين ما كان. وهيك بدك تضل متخبي؟ اللي عم تعمله انت جنان. انا رح سافر انا وياه برات البلد. لوين وكيف؟ اوروبا. بالمطار بيمسكوك؟ رح سافر انا وياه بباسبورات مزوره. انت بتعرف شو يعني انك تنمسك بتهمه باسبورات مزوره؟
يعني رح يسجنوك بتروح سنتين وثلاثة مثلك مثل أي مجرم. اوعك سامي. رح ياخذوه مني؟ رح ياخذوه مني يعني أنا ما بقى رح أرجع أشوفه. أنت عملت له التحليل وتأكد إنه مو ابنك. بتعرفه مخدي؟ عملت له التحليل؟ شادي مش ابني. يعني ابن عامر؟ مش ابني. بس أنا اللي بربيه. يعني هيدا ابني. أنا اللي بحس فيه وأنا اللي بحبه وأنا اللي بخاف عليه. وتحاليل الدنيا كلها ما راح تغير هذه الحقيقة. كنت عرفاني. كنت عرفاني إنه ابنه. كان لازم اقول لك انا بعتذر. لازم نرجع نحقق مع كريم، حاسس انه بيعرف اشي عن عامر مخبيه علينا حتى يحميه. ما بظن بنوصل لشيء. لازم نعمل تحريات لتنعرف شوي عن ثروته، منين جاب مصرياته، عن صداقاته وعلاقاته جوا وبرا، يعني هيك اشي. شو بيك دخلك؟ بشو عم تفكر؟ بفكر بسامي، خصوصي بعد ما هرب. يمكن نحن ما عرفنا نتعامل معه، ما قدرنا شو بيعمل إذا انزرك. أنا شخصياً كنت بتعاطف معه، بفكره حدا طيب، بس يبدو طلعنا عم نتعامل مع شخص بأكثر من وجه. على كل وين بده يروح؟ بعده بالبلد، وين ما تخبى رح نقدر نسحبه. طلع الفرط فاضي وما يجي يعبيه. بس قولي لجوزك حضرة النقيب انه مشوار جاي رح يكون معبى ونحن مش عم نمزح معه. يلا شباب. السيارة كانت سودة ونوعة. ما بعرف شو نوعة. كانت الدنيا عتمة كتير وكل شي صار كتير بسرعة مثل الكابوس. مين هول وشو بدهم فيي أنا؟ ما بدهم شي منك أنت. بدهم يخوفونا إلا ويرعبونا. بدهم ايانا نوقف نتعاطى بقضية عامر باشا وفرح حبيب. ألو.
ليه انت مين وليه؟ ليه مفكر ببطالك؟ لو تخبيت بالغيمات يا حيوان رح تعصك صباطي. ليه لو لو مش حرزانك لا التعصيب، هي المدام بيت اهلها، ما صار شيء لتعيطها العياط. هيك شو؟ مينك انت وشو بدك؟ اهلين سيادة العايد، وفرت علي اتصل فيك وقول لك هالكلمتين. هالمرة انقضي بدي اخوي في صغيري، المرة الجاية حتشوفوا في دم. هاي انا عم بقلكم، احسن ما تقولوا ما خبرتكم. إذا بدكم سلامتكم وسلامة اللي بتحبوهم تعرفوا كتير منيح شو المطلوب. أنت وحضرة النائب يلي عم بيهدد بده يدعس نفسه ببعضه. أنا للحظة كنت مفكر إنه معقول يكون سامي، خصوصي بعد ما اختفى. إذا واحد واصل كتير أو أزعر كتير، سامي ولا واحد من هالاثنين. أحسن شوي. طيب الحمد لله على السلامة يا سمر. أنا رح أمشي هلأ، بدك تيجي معي حتى وصلك ولا قاعد شوي؟ رح أتركك شوي ترتاحي، إذا بدك أي شيء حكيني. بكرة الصبح قبل ما أروح على الشغل بمر عليك. أنا جاي معك. ألو. ألو مين؟ بدي أعزبك في أحكي مع أبو خليل. مين حضرتك؟ نحن أصحاب. والله أبو خليل أكل سكيني وملقوح بهالمستشفى، مش قادر يحكي. والله إذا بصير له شيء لأتبهدل أنا وهالولاد. أنت مين؟ صاحبه؟ نحن معارف. اسمعيني منيح يا أبو خليل، بدي تركزي معي شوي. أبو خليل في إله معي دفعة كتير حرزاني، ولحتى تاخديهم مني لازم تدوري لي بجويريرو على باسبورين أجنبيات، واحد للرجال والتاني لولد صغير، وأنا نسيهم معه. هتفهم علي يعني؟ إيه عم بفهم عليك. وبس تلاقيهم بتسلميني وبتستلمي، ما بدي ولا مخلوق على وجه الأرض يعرف هذا الشيء. يعني إذا حدا عرف هذا الشيء المصريات رح يروح عليكي. طيب طيب خليني نبش لك عليهم وبرجع برد لك خبر. طيب يلا انا ناطرك ما تتاخري. ما تعتل هم، باذن الله بلاقيهم. مع السلامه. اذا احتجتي اي شيء انا برا. ايه هلأ شغلته، اشتريته باسم البنت اللي عندي لأنه بتعرف لا بقدر شوفك ولا بقدر خاطر واجي لعندك. عيونن علي سامي. اسمعني منيح، ارجع وسلم الولد للنيابة. ما رح سلمه لحدا، أول ما يصيروا الباسبورات بجيبتي رح ياخدوا ومشي. تحاجة تعذب حالك وتعذب الولد معك، سلمه لصباحه وبس. ألو ألو شربي.
جد أنا كتير خايفة. بعرف وحقك. اللي صار معك سمر منه هين، ما بينسى بسهولة، بس بدي اياك تعرفي انه انا عدك وراح اعمل كل شيء بيطلع بايدي تخليك ترتاحي. بعدين سوري حياتي، انا بشتغل بالامن مش لحام. يا ريت يمكن كان احسن لي. والله وانا كمان. ارتاحي ارتاحي، باقي حدك. طول النهار عم دق لك موبايلك خارج التغطية. وينك؟ وينك كنان؟ جوا بالغرفة. كان عنا صب أساسات في موقع جديد وما في تغطية، كمان أنا حاولت دق لك تليفونك عم يطلع خارج التغطية، يعني من عندي المشكلة مو من عندك. شغل بالي عليك. لا ينشغل بالك علي. بتعرف إذا بيجينا ولد بعد 9 شهور بيكون برج القوس؟ من يومين قريت بالأبراج إنه برج القوس هاي السنة هو أكتر برج محظوظ. ليلى أنت شايفتيني قديش مشغولة الفترة؟ مو هيك؟ ولسه رح أكون مضغوط كتير الفترة الجاي. كتير عندي ضغط في الشغل. يعني أبداً أبداً ما لي قدران كون قبل ولا التانية هالفترة هي، على القليل هلأ يعني. إيه بس أنت مو مطلوب منك شي. مو مطلوب مني شي؟ كيف طلع معك إنه مو مطلوب مني شي؟ أنت بتعرفي علاقتي بكنان؟ أي ولد تاني بده يجي هلأ لازم ياخد نفس الاهتمام، ولا أنا غلطان؟ كل ما حاول اعمل شيء لعلاقتنا بتفشلني. هلا يعني انت شايفه اذا منجيب ولد تاني علاقتنا بتصير تمام؟ خلينا هلا بدل ما نجيب ولد تاني لينا نركز اهتمامنا مع كنان. هو هلا كثير بحاجتك، خصوصا انه انا الفتره الجايه رح اكون مضغوط مثل ما قلت لك. بعدين أنا ما قلت لك إنه أنا ما بدي ولد تاني، قلت لك خلينا نأجل هذا الموضوع شوي. يعني ما عم فشلك مثل ما عم تقولي. أوكي. Five, six, seven, eight. Slow, slow, quick, quick. Slow, quick, quick, slow. كملوا. تشربيني قهوة؟ أكيد. شباب، صبايا، بريك. يمكن رجع يخوني. بس خلص مو مهم. كيف يعني ما بقى مهم؟ شو بدي أعمل أكثر من اللي عملته؟ تركي. ما بقدر فرح، ما بقدر. ما بقدر مشان كنان. خلص قولي كل الرجال اللي بمرقوا بهيك فترات بعدين مرجوعهم لعند نسوانهم وبيوتهم. أنا بتعرفي شو بقول، خلص أهم شيء إنه عم يرجع آخر النهار على البيت. هي أبشع حجة ممكن تعطيها المرة لخيانة الرجال. شو صار لك؟ كيف وصلتي حالك لهون؟ ليه عم تستسلمي لينا؟
أنا محلك بكب كل شيء بوجهه وبمشي. ما بعرف. يمكن لسه بحبه. بتحبيه؟ بلا حب بلا بطيخ. بعدين قيمك عن كنان. أنا يعني أنا بحس بتأنيب الضمير إني ما قدرت تكون هاي المرة اللي تملى عليه حياته وما تخليه يتطلع على أي مرة غيره. عرفتي شو؟ خلص بقى لينا. مين حاطط لك هالعقد براسك؟ بس بدي أفهم أنا. أنت مرة كتير حلوة. ما بتشوفي كيف الرجال بيطلعوا فيكي؟ أيوة أنا شو أعمل إذا من كل هالرجال مو هامني حدا غيره؟ ما رح تقدري تفهمي علي فرح. ما رح تقدري تفهمي علي خلص. بس أنا متأكدة إنك لو كنتي محلي كنتي رح تعملي نفس الشيء. خلص ما في قدامي حل. ما في قدامي غير إني أقبله مثل ما هو. الدورية اسمه جابر، رقمه صار عندك. روحي على الجامعة انت اليوم، غيري جو والشباب رح يكونوا معك. اوكي. انت انتبه لحالك وما تطول لتجي بالليل. ما رح طول. إذا عزت شيء دغري دقي لي. يلا يا بابي، يلا يلا يا حبيبي. كيفك ام خليل؟ بس تسمع رسالة تحكي لي ضروري. شكرا. اتصل فيي واحد من الجيران يلي شافوا السيارة امبارح، طلع مصور اللي صار ومصور كمان نمرة السيارة. عظيم. فإذا تأكد من النمرة فورا. بعت النمرة وناطر النتيجة. مرحبا. أهلا أهلا ست صباح، تفضلي. لا معلش، ما بدي آخذ من وقتكم. أنا جاي لأعرف شو صار معكم بخصوص هذا المجنون سامي. عم ندور عليه مدام، عم ندور عليه. أنا قلقان كثير على الولد وخايفة يأذيه إذا حس حاله إنه مضغوط. بالآخر شادي مش ابنه. بعد ما تأكدنا بلا التحليل ما فينا نجزم. ما هو هربان من هالتحليل بالذات. حط حالك مطرح. يا مدام معك حق، بس هيدا عم بيحاول يقوله العقيد. تنقدر نثبت بدنا نلاقي سامي بالأول. إيه وأنا مشان هيك جاي. نحن عم نعمل كل اللي علينا. بدي إياكي تتأكدي من هالشي. كيف بدي أتأكد سيادة العقيد؟ إذا ابني صار له فترة ملقوح بالمستشفى ولهلأ ما معروف مين اللي عمل فيه هيك، وابنه مخطوف والله أعلم لأنت. ست صباح، هذه القضية منا سهلة، بس بوعدك أنه رح نوصل للنتيجة وقريبا. رح انتظر منكم خبر عن سامي وقريبا إن شاء الله. عن إذنكم. القريبة الآن.
خليل خليل انا ناطر ترد علي خبر، اذا ما راح تزبط قولي لي، شوف حدا تاني. ناطرك يا خليل. سألتوني قبل مرة وجوابتكم إني ما بعرف إذا كان عامر متورط بتبييض أموال أو لا. معقول سيد كريم؟ أنت شريكه وقريب منه هالقد، معقول ما تعرف عنده هيك نشاطات؟ إذا كان قصدك إنه أنا كمان شريك معه بتبييض الأموال كرمال هيك عم خبي، بتكون غلطان. حضرة المحقق أنا أكيد إنه أنتم عملتوا تحرياتكم، ولو هيدي الخبرية مزبوطة كنتوا اكتشفتوا هالشي. نحن هلأ ما عم نوجه لك أي تهمة، بس حابين منك انك تساعدنا حتى نلاقي الحقيقه ونخلص من هالقضيه بقى. كيف بدي ساعدكم؟ قلت لك لو بعرف ما كنت عم خبي عنكم. يعني مثلا ما كنت انتبه لاتصالات غريبه كان يعملها؟ علاقات مشبوهه منا مفهومه؟ ناس غريبه بتجي على الشركه بينفرد فيها على جنب؟ ابدا. بس حتى لو كان عامر متورط بشيء مثل ما انتم عم تقولوا، هو اذكى من انه يترك اي دليل حدا ينتبه له. لهالدرجة؟ لهالدرجة. عامر الباشا إنسان ذكي كتير، هو الذكى بحاله، يعني في لاعب بلد كامل على صبيعه. في داعي نجيب إذن من النيابة العامة لنشوف ملفات الشركة؟ لا لا أبدا ما في داعي، الساعة اللي بدكم فيكم تبعتوا خبر مالية من جهتكم ونحن جاهزين. شركتنا كل حساباتها واضحة وما عندنا شيء نخبيه أبدا. يعطيك العافية سيد كريم، سعجنيك، فيك تتفضل. طيب، بالإذن. ألو. إيه سمر شو فيه؟ أوكي جاي. جاي سمر جاي. شو القصة؟ منهارة. تفضل. ما بكي شي مدام، ضغطك ونبضك كتير منيح، وصفت لك دواء بيهدي لك اعصابك مع شوية فيتامينات، من هون لكم يوم بتصير منيحة. سلامتك. تفضل حكي. واضح انه صدمة قوية كتير، خليها تاخد المهدئ على 4-5 ايام، وإذا ما ارتحت عليها بنصحك تاخدها على طبيب نفسي. ممنونك حكيم، تفضل. ايه اوكي. شو في جاد؟ ماشي حبيبتي، فوت ارتاح. اللي شو فيه؟ في واحد من جيران اهلي كان مصور نمرة سيارة الجماعة اللي خطفوكي، هلأ عم بيقولوا طلعت مزورة. فوت ارتاح، فوت. سامي وينك انت؟ وينك كل الدنيا عم بتفتش عليك؟ اللي عم تعمله غلط ارجع وسلم ابنك على النيابة، انت منك مجرم تخطفه وتهرب. انا مش خاطفه، وهيدا ابني، وهن اللي دفشوني لهيدا المطرح، انا ما كان بدي اوصل لهيدا المطرح ابدا. اسمعيني منيح نور وركزي معي، بدي تلاقي لي حدا من معارفك ويشوف اذا اسمي واسم شادي معمم على الحدود. اسمك واسم شادي من اول لحظة سامي، بعدين انا مين بعرف لاسألك؟ ولأمتى بدك تضلك هربان؟ وابنك شو خصه بالموضوع؟ ليه عم بتعتره هيك؟ شادي منيح اطمني، مش راح اسمح لهيدي الخرفانه تاخده وتربيه عندها من دون بي ومن دون ام. انا عم بعمل هيك بس كرمال مصلحته. مصلحته انك ترجعه وتعمل له فحص. بعدين خليني اقول لك كلمتين سامي، اللي عملته تقريبا صار كل العالم مأكدين انه منه ابنك، فارجع ورجع الصبي. سامي شو في نايم؟ هذا سامي. ايه من وين عم يحكي؟ ما بعرف. فرجيني الرقم. برايفت الرقم. شو صار له هيدا يا عمي؟ جن؟ فقد عقله بالمرة خلاص؟ تعريف صرت عم خاف منه، صرت كمان عم فكر انه بلكي هو له علاقة باللي صار مع فرح، يعني ما بعرف شو بدي فكر. تفضل. شكرا. تفضل استاذ.
شو بك سفرايدي ما شفتيني؟ فؤاد انا حبله وتعبانه وماني قادره اخذ وقعت مع حدا. شو في؟ والله شو هالخبريه الحلوه؟ صار اجباري بدنا هديه هلا. بدي روح على البيت ارتاح، قلي شو بدك؟ محتاجه مبلغ كبير شوي هالمره، بدي اشتري سياره تاكسي واسترزق منها. يعني اعتبريها هالمرتين برجع لكم اياها من خير شغلي على السياره. مين نحن اللي بدك ترجع لنا مصاري؟ انت وحبيب القلب ولا؟ وطي صوتك. انا وعمر تركنا. قلت لك اللي صار بيناتنا نزوه وخلصت. مش ضروري تجي كل شوي وتذكرني وتزلني. انا حصير ام فؤاد. انا بدي زلك؟ بالعكس، انا اللي حس حالي اني مزلول كل مره بيجي بطلب منك، بس انا مين الي غيرك؟ وانا ما معي اعطيك. قلت لك قبل مره بدك تروح تخبره لسامي، روح خبره وخلصني. مش بهالسهوله ارضى اختي قدام جوزها اللي حامله بابنه وخرب لها حياتها وسمعتها، وبنفس الوقت صعب صدق انه انت وعامر الباشا تركته. هي هي الحقيقه. اذا ما بدك تصدق انت حر. خروجه مثل المي، ما بعرف شو بدي اعمل. ايه لانه برد كثير وهذا مو مكان تحط فيه ولد صغير، لا في تدفئه ولا في كهرباء ولا في شيء. هي اللبن وهي بطاطا مسلوقة وهذا الدواء. بتشربه ثلاث ظروف باليوم، في عندك مي نظيفة هون؟ بالحنفية. يا الله سامي، انت كيف جيت لهون؟ صفيت سيارتي جنب المول وطلبت تاكسي، هلا بعد نص ساعة راجع ياخذني. وصلك لقدام البيت؟ لا، نزلت أبعد وجيت مشي، رح يرجع ياخذني من نفس المكان. بعتذر لينا، ما بعرف شو بدي اقول لك، حطيتك بدل موقف بشع. روحي شوفي شادي وانا رح احضر الدواء. ماشي، يلا اوكي. انت عن جد بتحبه لهذا الولد؟ اكيد بحبه، ما هذا ابني. يعني ما عم تنتقم من امه فيه؟ انا مستعد اعطيه دميتي لهذا الصبي، دميتي. لكن ليش عم تعذبه؟ انا عم عذبه؟ كيف؟ سامي انت لازم تسلم حالك، وانا هي اخر مره بجي لعندك فيها، مالي مضطره اني فوت بكل هي المعمعة اللي مفوت حالك فيها. بعدين ما بطيقه لهذا البيت. ما بطيق اجي عليه. حتى انت؟ حتى انا شو؟ من الاول قلت لك انت ماشي بطريق مسدود، ليش عم تعمل كل هاد؟ لك ليش عم تتمسك بشيء ما له لك؟ ليه مصر انك تضلك بقيان بالماضي؟ هيدا مش ماضي، هيدا ابني وكل عائلتي والشيء الوحيد اللي بقالي من حياتي اللي كنت عايشها من قبل. اه حياتك اللي كنت عايشها كانت رائعه كثير لحتى تتمسك فيها هالقد. فرح حبيب رح تدمرك هي وبقبرها. ابدا مش صح اللي عم تحكي. اصحى بقى وحاجه تتصرف مثل الاولاد الصغار. مرتك خانتك، يعني من الاساس ما بتحبك. والشرطه رح توصل لعندك ما لها مطوله، وانا ما عاد بدي كذب اكثر من هيك. رح تخبريهم انا وين؟ رصدنا مكالمة من حد بيت الصفصاف، من خط تليفون البنت بتشتغل عند لينا. بيت الصفصاف مع أساس فتشتوه؟ بلا، بس ما كان موجود. هيدا مجنون، هيدا يأسان على الآخر سيدنا.
الو. مرحبا سيدنا. لا ما لحقته هرب. بلا بلا اكيد كان هون. تارك علب اكل وفي اكل للاولاد. ماشي ماشي. سامي صار عم يتاخر كثير هالفتره. الهيئه في الشغل كثير. ايه معجوقين بالورشات. وانت عم تنزل على الورش؟ احيانا. سامي قال لي انه صار له زمان ما شافك. عم اقضي اغلب وقتي بالمكتب. غريب. مع انه كريم كمان صار له زمان ما عم يشوفك. شو؟ عم تتجسسي علي مثلا؟ ليه بدي اتجسس عليك؟ كان كريم عنا هيديك النهار وهو وسامي كانوا عم يحكوا انه صار لك زمان ما نزلت على المكتب وكان عبالي شاركهم بالحديث. قلت له انه انا كمان ما عم شوفه مختفي مسكر خطه بس قلت بسألك لإلك. خلص حبيبتي انا اسبوع زمان وبفضلك وراح اهريكي راح اهلكك حب وغرام. أنا ماني لينا وما بشبهها بشي وما بدي أشبهها بشي. إذا بعرف إنه عم تظهري علي مع مرة تانية ما بقتل حالي. بقتلك وبقتلها. هاتي لنشوف كيف بدك تقتلينا. ماني عم بمزح. ولا أنا. بخنقك، بخنقك بيدعي هون. حبيت. يا مجرمة خنق؟ ولا كمان؟ ما تجنني. لا تعلي صوتك فرح. لا تعلي صوتك. والله انتوا اللي راح تجننوني. انتوا راح تجننوني. يعني لينا عندها حق. حق الجن. انت شو مشكلتك؟ شو انا شو مشكلتي؟ قلي شو؟ انا يلي صلي جمعة ما عم بقدر القطك. فكرتك قاعد مع مرتك تكانت قطعت مشكلتها. قلت خلص يا بنت روقي فترة وبتقطع. بس طلعت حتى مرتك ما عم تشوفك. ريحني بقى وقل لي وين عم تختفي. بالشغل. بالشغل فرح.